شو المشاكل اليوم اللي بتشوفها انتو كشباب بتواجهوها؟ شو اللي زعجك؟ اللي زعجني انا كشاب يعني في مصر اللي الحاله النفسيه والمعنويه والاجتماعيه والاقتصاديه اللي وصلها الناس. شو معناتها؟ يعني الناس بتعاني دلوقتي شويه اكتر من الاول. يعني غلاء اسعار، شو غلاء اسعار، ما فيش حريه برضو بصراحه زي الاول، او زي يعني فيش مش زي الاول يعني. كان الحريه كل شويه سقف الحريه بينزل. بس طبعا مش عايز برضو اقول كلام، انا ممكن يبقى في اسباب متعلقه ب في موضوع الحريات، يعني متعلقه ب ان في ناس بتعمل يعني بروباغندا احيانا لا شيء، وتسمع اخبار وتقرا اخبار وتلاقي تاني يوم الاخبار دي مش حقيقيه والعكس صحيح. يعني